يتهافت قطاع كبير من المصريين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك بعد فتح الباب عبر موقع إلكتروني خصصته الوزارة لهذا الغرض، والذي استقبل في الساعات الأولى لإطلاقه عشرات الآلاف من طلبات التسجيل. في هذه الفقرة نتعرف على شروط التسجيل وخطواته وتطورات الوضع الوبائي في مصر مع ضيفي دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. مرحبا بحضرتك دكتور إسلام. أهلا وسهلا أستاذ ياسمين. أهلا بيك. بعد فتح باب التسجيل منذ عدة أيام، ما هي آليات الحصول على اللقاح؟ المواطنين عموما لما بيفتحوا الموقع بيبقى قدامهم ثلاثة اختيارات. أول اختيار هو للكوادر الطبية، وده الأولوية، وأولويتها كمان جوه الكوادر الطبية المستشفيات العزل والعاملين بالمستشفيات، ثم الكوادر الطبية خارج القطاعين دول. تاني باب موجود على الموقع هو لكبار السن، برضو متقسم لأولوية من أول فوق 65، بعد كده فوق 60، بعد كده أقل من 65. وتالت باب موجود على الموقع هو لأصحاب الأمراض المزمنة، إن هم يقدروا يسجلوا بغض النظر عن السن. أنا برضو هيبقى فيه أولوية لكبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة. بعد كده بعد ما يتم التسجيل، وزي ما تفضلت بالضبط فيه عشرات الألاف سجلوا من أول ما تم فتح الموقع يوم الحد، هبتدي تقسيمتهم على المحافظات، بعد كده تقسيمهم جوه المحافظة على الأماكن اللي موجود فيها اللقاح، بعد كده يتم التواصل معهم سواء على الرسائل النصية أو الواتساب تباعا لتلقيهم الجرعات الأولى من اللقاح. دكتور إسلام بعد إذن حضرتك، 300 ألف جرعة ده المتاح حاليا، أي نعم في تعاقدات على جرعات يمكن الأرقام بملايين، ولكن ما هو متاح حاليا هو 300 ألف جرعة. كيف سيتم اختيار الأولوية، خاصة أنه يعني بحث بسيط كده 5.5 من 10 مليون مليون نسمة، ده بس عدد من اللي هم فوق 65 سنة، فأنا إزاي هقدر أفلتر ده واختار اللي هيتلقوا اللقاح حاليا؟ تمام، يعني احنا 300 ألف جرعة، وفي احنا منتظرين حوالي 8.5 مليون جرعة كمان من أكسفورد أسترازينيكا من كوفاكس. انت زي ما تفضلتي فوق ال 65، 5.5 مليون، الكوادر الطبية في حدود 0.5 مليون، الناس اصحاب الامراض المزمنة ضغط وسكر وخلافه، توتال بنتكلم في 20.5 مليون مواطن مصري، ده توتال الامراض المزمنة كبار السن والكوادر الطبية. الأولوية بتبقى لأول حاجة الكوادر الطبية اللي شغالين في الفرونت لاينز أو اللي هي الخطوط الأمامية، سواء مستشفيات العزل أو المستشفيات عموما اللي بيتعامل فيها مع الجمهور. بعد كده هيبقى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في نفس الوقت. طبعا احنا لو بتوفر عندنا 9 مليون جرعة دي، احنا بنتكلم على 4.5 مليون مواطن، لو هندي الجرعة الأولى ونحجز الجرعة الثانية لنفس المواطن، ساعتها هنبقى قدرنا نغطي الكوادر الطبية بالكامل ونغطي جزء كبير من كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة. لكن لو انتهجنا نهج بريطانيا ان احنا ندي الجرعة الأولى كلها، يعني ندي 9 مليون مواطن الجرعة الأولى بدون حجز الجرعة الثانية للمواطن، دي معناها ان انا غطيت كل كبار السن والكوادر الطبية وجزء كبير من أصحاب الأمراض المزمنة سواء كان كبار السن أو أصغر من 60 عام. طبعا النهج اللي بتعمل بريطانيا ده منفرده بيه بريطانيا، يعني كل دول العالم بيجي لها جرعتين، تحجز الاولى تدي الاولى وتحجز الثانيه للمريض عشان يقدر ياخدها بعد 21 يوم. طيب بالنسبه للجرعات الاولى اللي اخذها بعض الاطقم الطبيه، ايه النتائج اللي ظهرت بعد تعطيهم لهذه الجرعات، وهل ال 300 الف من ضمنهم هيكون ايضا الصفوف الاولى للاطباء والاطقم الطبيه بشكل عام؟ هو اللي أخذوا اللقاح حتى الآن هي الخطوط الأمامية، مستشفيات العزل والمستشفيات عامة، أخذوا الجرعة الأولى، وفي بعض الكوادر الطبية أخذوا الجرعة الثانية الأسبوع اللي فات. حتى الآن الآثار الجانبية اللي ظهرت للأشخاص اللي أخذوا اللقاح هي نفس الآثار الجانبية اللي كانت موجودة في التجارب السريرية، اللي هو إحمرار في موقع الحقن نفسه، ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وهن في الجسم، بعض الصداع، وبيروح بعد يومين او ثلاثه، وده كله بسبب ان جهاز المناعه ابتدى يشتغل. يعني هو كل الاعراض اللي بتظهر بعد اللقاح هي نفس الاعراض اللي بتظهر بعد لقاح الانفلونزا، بيبقى ليها معنى ان انا ابتدى جهاز المناعي يطلع مضادات اجسام للقاح كانه هو الفيروس عشان يبتدي يعمل له ذاكره للمستقبل. فدي بالعكس حاجه كويسه ان ظهر الاثار الجانبيه البسيطه. اوقات بيظهر اعراض جانبيه اعلى شويه اللي هي الحساسيه، لو حد عنده حساسيه من اللقاح، فاحنا بنقول دايما اللي عنده حساسيه من اللقاح مش المفروض ياخده الا تحت الملاحظه. طب هو الشخص هيعرف منين ان هو عنده حساسيه من اللقاح قبل ما ياخده؟ حاجتين، يا اما عنده اي نوع من انواع الحساسيه لاي طعام او اي اكل، ده
بياخد اللقاح وبيتحط تحت الملاحظة لمدة ساعة تقريبا. لو ظهرت الحساسية على الشخص هو بياخد مضاد للحساسية بسيط، ولو كانت الحساسية نفسها مفرطة، حساسية عالية يعني، ولا قدر الله تدخل في انافلاكتيك شوك، ساعتها بيبتدي يبقى بيدخل المستشفى. دي حالات نادرة جدا ما ظهرتش على مستوى العالم إلا على أفراد يعني قليلة للغاية، أقل من صابع اليد الواحد. دكتور إسلام، بالعودة للتسجيل في الموقع، اللي ما عندوش قدرة إنه يدخل على الموقع الإلكتروني ويسجل اسمه، وده بعض أهالينا كتير في أماكن ممكن تكون نائية ما يقدرش يعمل ده هتكون التصرف معاه إزاي؟ دي نقطة كويسة جدا، وكان في ناس كتير بتتكلم في الموضوع ده. هو يقدر يسجل في الوحدات الصحية، يعني هو برضو تم إعلان أماكن بعينها على في كل محافظة إن هو يقدر يروح يسجل فيها بنفسه. لو قدر يسجل فيها بنفسه كان بها، لو حد من أهله يقدر يروح ياخد بطاقته ويسجل بالنيابة عنه، أو حد ياخد بطاقته ويسجل له على الموقع الإلكتروني، فإحنا كده مش لازم الشخص يروح بنفسه، فإلى حد ما الموضوع تم تيسيره يعني. الموقع الإلكتروني نفسه، هل هيكون يعني فكرة إنه ينتقي الأفراد أو يختارهم، هل ده هيكون بشكل إلكترونيك؟ يعني العنصر البشري مش هيتدخل فيه؟ يعني ال 300,000 جرعة الموجودين، هنقول 100 منهم مثلا هيوزع على المواطنين، ده هيتم اختيارهم بشكل إلكتروني، الموقع هو اللي هيعمل ده، مفيش عنصر بشري أنا هقول أنا هدي لفلان وما اديش فلان. هو في احنا حاجه بنسميها عناصر الاختيار، يعني انكلوجن كرايتيريا، يعني بتحط كرايتيريا معينه او اختيارات معينه للموقع. انا محتاج ابدا بالناس اللي فوق 70 سنه واصحاب امراض مزمنه، هيبتدي الموقع يفلتر لي دول عددهم مثلا كذا 1000 مواطن مسجل في المحافظات الفلانيه. بعد كده انا حاطط الكرايتيريا اللي بعديها او الاختيار اللي بعده هو الناس اللي عندهم امراض مزمنه وفوق 65 سنه وهكذا. فهو انا بدي للموقع نفسه الترتيب اللي انا عايزه، الترتيب ده بيطلع لي اسماء وتوزيعهم في المحافظات، فانا بتدخل في الترتيب معين اللي انا بدخله اللي هو الايتم او الكرايتيريا، لكن مش بتحكم في الاسماء والنتائج اللي هتطلع بسبب الاختيار ده. بعد كده ده يتم توزيعهم ازاي؟ يتم توزيعهم راندم، يعني بطريقه عشوائيه على المحافظات وعلى حسب كثافه كل محافظه والتسجيل فيها عامل ازاي. طيب، إمكانية الإصابة بفيروس كورونا أثناء عملية تلقي المصل تبقى كام في المية؟ تمام. لو شخص أخذ اللقاح الجرعة الأولى، هو مضادات الأجسام بتبتدي تظهر بعد 12 يوم تقريبا من الجرعة الأولى. الفترة دي هو زيه زي أي شخص معرض للإصابة. خلينا نوضح نقطة مهمة جدا ونقولها كده يعني سطر واحد، أخذ اللقاح لا يؤدي للإصابة بكورونا، ده لم يحدث قبل كده ولا يحدث من أي لقاح عامة مش كورونا فقط. فالفترة دي ممكن الشخص إن هو يجيله كوفيد عن طريق العدوى من شخص آخر. الجيد في الأمر إن هو مش هيجيله بآثار عالية، يعني مش هيجيله بأعراض تنفسية متوسطة إلى حادة، ولكن أعراض خفيفة إلى متوسطة. طب هل بعد ال 12 يوم ومضادات الأجسام بتاعته تبقى موجودة، هل برضه معرض إن يجيله كورونا ولا لأ؟ معرض إن هو يجيله كورونا، لأن هو ما فيش أي لقاح يحمي من الإصابة 100%. طب الأرقام اللي احنا بنسمعها دي اللي هو 94%، 85، 80، ده بيحمي الجسم من الإصابة من الأعراض الخفيفة إلى متوسطة. لكن الحمد لله كل اللقاحات التي تم تسجيلها حتى الآن بتحمي الشخص لو أخذ اللقاح من الأعراض الحادة اللي هي ممكن تؤدي لا قدر الله إلى وفاة. هل فده من ممكن يحصل سواء اتفضل كان في أول 12 يوم أو بعدها. طب هل من الممكن أيضاً إنه متلقي اللقاح ده يظل ناقل للفيروس؟ دي نقطة كويسة جدا يا أستاذ الناس. ما هو اللقاح بيحمي من ظهور الأعراض، مش بيحمي من دخول الفيروس الجسم. فالشخص اللي واخد اللقاح الفيروس هيخش جسمه زي أي شخص تاني، الفكرة إن هو مش هيظهر عليه أعراض، مضادات الأجسام هتطلع بسرعة وتقتل الفيروس. فالفترة الصغيرة دي يقدر إن هو يعدي شخص آخر، عشان كده دايماً نقول اللي أخد اللقاح حتى اللي أخد جرعتين واستنى 10 أيام بعد الجرعة التانية لازم يرتدي الماسك وهو بيتعامل مع الناس لكذا سبب. يعني اول حاجه عشان لو هو حامل الفيروس ما يعديش حد، او لا قدر الله ممكن يبقى هو من ال 4 5% اللي واخدين اللقاح ويظهر عليهم اعراض خفيفه الى متوسطه. والحاجه الثالثه هي في مسؤوليه اجتماعيه، يعني لو كل شخص خد اللقاح ما لبس ماسك، احنا هنشجع الناس في الشارع ان ما يلبسوش ماسكات حتى اللي مش متلقين اللقاح، او هيتم عمليه تمييز. وده كان فبالتالي هيبقى مهم جدا ان احنا نرتدي الماسك بعدين. ده كان هيبقى سؤالي لحضرتك، هل يمكن التعامل بحرية بعد تلقي اللقاح دون أي قيود؟ احنا هنستمر في نفس القيود اللي احنا بنعملها ونفس الاجراءات الاحترازية لغاية
ما يحصل مناعة قطيع بسبب اللقاح، يعني لغاية ما نوصل إن حاجة من اتنين، المرحلة الأولى إن أنا أوصل إن تم تحييد المرض تماما، تحييده يعني لا يؤدي إلى الوفاة، إن أنا أدي من 20 ل 25%، أو في مصر زي ما قلنا كده 20 ونص مليون مواطن ياخدوا اللقاح، فساعتها ما فيش وفيات، وفياتها تقريبا زي الانفلونزا. اول حاجه الثانيه ان انا اوصل ل 70% من السكان اخذوا اللقاح، وساعتها حصل مناعه قطيع بسبب اللقاح. طبعا حوالينا احنا الامارات هي الدوله الوحيده اللي عدت 50% من سكانها اخذوا اللقاح، فابتدوا يخشوا في مناعه القطيع. بعد كده اقدر ان انا اقلل الاجراءات الاحترازيه، لكن طول ما انا نسب بسيطه 20% 25%، يعني زي امريكا مثلا 25%، انجلترا 30، لا انا ما اقدرش ان انا افك الاحترازات اللي موجوده الا نسبيا. دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصادات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، شكرا جزيلا للانضمام لنا على شاشة بي بي سي. شكرا استاذ ياسمين، تحياتي.